انضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، قبل قليل كان هناك أيضا عرض للتلفزيون الروسي حول اثنين من البريطانيين الذين تم القبض عليهم وهما يتحدثان عن اعترافاتهم. هذا ربما حدث في ماريوبول أو مدن أخرى، لكن ماذا عن ماريوبول؟ ما الذي يحدث ولماذا هذا يعني الفشل الآن على الإمساك لهذه المدينة بالنسبة للجانب الروسي؟ ماجد، ما يحدث في ماريوبول إن كنا نتحدث على الصعيد الميداني هو تماما أو في جزء كبير منه كما يصوره حاليا أو ما يحاول أن يصوره الإعلام الروسي المحلي من خلال المرتزقة كما يسميهم الذين يقبض عليهم ويكبل أيديهم في تلك المناطق بعد رفض من يسميهم بالمتطرفين الراديكاليين الاستسلام في ساعات ماضية. كانت وزارة الدفاع الروسية كما نعلم قد توجهت بنداء لهؤلاء للاستسلام، كانوا يريدون الحفاظ على حياتهم، لكن وبالتزامن مع احتدام العمليات الحربية والعسكرية ورفض هؤلاء الاستسلام تتقدم قوات الانفصاليين في تلك المناطق بالإضافة إلى دعمها الكبير من قبل القوات الروسية كما نعلم، ويتم القبض على هؤلاء في إطار المعارك الدائرة في المنطقة الصناعية بالتحديد في منطقة مصنع أزوف ستال الشهير خلال الفترة الماضية. ورغم عدم الإعلان رسميا عن الفترة التي قد تمضيها القوات الروسية أو الانفصاليين للسيطرة الكاملة على تلك المنطقة لأنها منطقة شاسعة ومعقدة من حيث الهيكل والبنية، إلا أن هناك ما يتحدث عنه التلفزيون الروسي من تقدم مستمر لهذه القوات، سواء على الصعيد ما نشاهده من يعني تصريحات من بعض هؤلاء وهن اثنان منهما يحملان الجنسية البريطانية، تم بث آخر لقاء مقتضب مع أحدهما خلال الفترة الماضية، وكان قد توجه بالفعل إلى رئيس الوزراء البريطاني طالبا منه التدخل والمساهمة في الإفراج عنه وترحيله هو ومواطنه البريطاني الآخر الذي تم القبض عليه في ذات المنطقة في ماريوبول في وقت سابق، للتدخل للإفراج عنهما وترحيلهما للأراضي البريطانية، مستوفين بذلك الشروط التي قد يتقدم بها الجانب الروسي من الجانب البريطاني. طيب، أشكرك من العاصمة الروسية موسكو مرستنا أريج محمد، شكرا لك.